وبعدين عايز قال لك المسؤول اللي عندك كيف يفوز الاهلي. تتكلم على مين اللي بيمشي من الاهلي؟ الخارج مفقود صدقني مع الاهلي، الخارج مفقود والداخل مولود، وده مش راينا، ده راي واحد مدرب كبير جدا، واحد من خبراء تدريب حراس المرمى في مصر، وابن نادي الزمالك الكابتن فكري صالح في اون تايم سبورتس. نشوفه ورايه في الناس اللي بتخرج من النادي الاهلي مولوده ولا مفقوده، ووجهه نظره ايه. رايك في قرار رمضان صبحي بعدم استكمال مسيرته في الاهلي؟ لا انا بقول هو خسر كتير. لان انا هرجع فلاش باك وانا ماسك منتخب مصر للشباب اللي هو كان بيلعب كاس عالم، جالي عصام الحضري في المعسكر عشان ياخد رايي في موضوع سويسرا. فقلت له عصام لا اوعى تروح، وسالته سؤال، انت بتاخد اعلانات قد ايه في السنه؟ كان جاي لي بعربيه بي ام دبليو، فبقول له بضحك معاه بقول له العربيه دي بكام؟ قال لي بكذا. قلت له بتاخد كام اعلانات؟ قال لي اظن في الوقت ده كان 6 أو 7 مليون. قلت له ده عشان خاطر عيونك العسل دي؟ فضحك. ولا عشان النادي الاهلي القلعه العظيمه والاسم الكبير؟ قال لي عشان الاهلي. قلت له طب يبقى انت خسران. قال لي ده القيمه في الوقت ده كان كبير قوي. قلت له ولو انت جاي تاخد نصيحتي. كان جاي مخصوص للسؤال ده، ويمكن ده اول مره اقوله. قلت له اوعى خليك في النادي الاهلي، اصل فيه وبيتعامل جوزيه. قلت له مهما يكن المدرب بيمشي، لعيب قاعد، اوعى تمشي. ده حقيقي. ومشي وجرب، هو بيقول لنفسه الأيام دلوقتي وترجع طبعا. هو بيقول يا ريتني ما سبتها. يعني فانا بقول، وخاصة اني يعني عنده لسه المستقبل كبير قوي، واوريدي هو مش محتاج فلوس، يعني عايز اقول عامل فلوس، وطول ما هو حتى والوضع اللي هو فيه كويس، فيه كويس مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي كاعلانات مع كذا. فطبعا ولكن كل واحد بيبقى له دماغه وحساباته. انا بحترمها، انما كرايي كفكر صالح اخطا، هو اخطا وهيخسر كتير. يعني راي الكابتن فكري قال اللي انا قلته للكابتن عصام وقتها، احسب الحسبه صح، لانك انت مؤكد مش هتطلع، لو طلعت مش هتبقى انت الكسبان. طيب انا عايز اخرج من دي بايه؟ ودي برضو عمليه الاحترافيه يا استاذ ابراهيم. ساعات بنسيء الكلمه دي من غير ما نحس. يعني يبقى اللعيب في مصر بياخد له 20 مليون جنيه و15 مليون جنيه في السنه، واول ما يقعد قدام اعلامي من دول يقول له ما نفسكش تحترف؟ امال هو بيعمل ايه في مصر؟ امال بيعمل ايه في مصر؟ ما هو لازم اللاعب اذا كان يسال هذا السؤال هو مش بيحس انه محترف في مصر. ومن ثم لا يحترم، هو الاحتراف عنده ختم الباسبور والصف، من ثم لا يحترم تعاقده. اما يجي يقول له نناقش قضيه بدون يعني انها نعمل اسقاطات على لاعب معين دلوقتي، يمشي ولا يقعد؟ عقده بيقول ايه؟ مرتبط كام سنه؟ ما يقدرش يقول عايز امشي، ما يقدرش الا اذا النادي كان مصلحته تتفق مع مصلحه اللاعب ويمشي، او النادي عارف هيعمل ايه لو مشي. انما النادي مش، لكن فكره انك تقول للاعب لا ده على فكره ده حقه، لا مش حقه، حقه لو خلص عقده، حق النادي وجماهيره. هو الانديه دي بالذات الانديه الشعبيه اللي هي ليها التزامات اقليميه زي الاهلي والزمالك وبيراميد والمقاولين والاسماعيلي واللي بيلعبوا بقى والاتحاد اللي بيلعبوا والمصري اللي بيلعبوا، بطولات خارجيه مرتبط بيها باجنده وقايمه، حق الانديه دي. ما كل لعيب يمضي عشان يتالق ويبقى النادي هو اللي مديله ايده واخد بايده وعلمه وكبره وعمل له قاعدته الجماهيريه اللي بيضغط بيها على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك وعلى الانديه الشعبيه عشان يقول لك ده من حقه يمشي. مجرد انك تقول الكلمه دي ده عدم احترافيه. لا مش من حقه يمشي، لكن ممكن يمشي. ممكن يمشي ازاي؟ لو اتفقت مصلحه النادي مع مصلحه اللاعب في خروجه في هذا الوقت. غير كده ما فيش حاجه اسمها ده من حقه ابدا. حقه لو عقده يخلص، ما يجي يمشي ما نزعلش منه. هتقولي زعلان تاني من كابتن رمضان ليه؟ قلنا لكم كان ممكن ما نزعلش خالص لو من اول دقيقه خلاص يا جماعه ما تعملوش حسابكم انا مش معاكم، خلاص مش هجدد، هروح حته تانيه، انتهى. او انا رايح الحقيقه لان العرض اللي جاي لي مش هقدر اقاومه. كان هنزعل شويه بعدين نتفاهى، انما بقى نديها ونلبسها
بدل ضيقه عليها او واسعه عليها وتستعمل يا هرم. نتكلم بقى في الاحترافيه ونتكلم بقى في الطموح ده عيب. خلينا ندي حاجه منطقي. انت اي واحد فينا ممكن يضعف قدام ارقام معينه. الحق الانساني، الحق الانساني عشان ما نصادرش على الناس. لكن ولذلك والنبي كلمه خليك مسؤول عن اختياراتك الاحترافيه، بس ايه يحترموها شويه، لان لعيبه مصر محترفين قوي قوي قوي.